موجز التاسعة من قناة التناصح، حياكم الله. نعت دار الإفتاء اللبيقة عضوي مجلس المصالحة والمجلس الأعلى لقبائل أورفلة الشيخين عبد الله نطاط وخميس محمد أسباقة ومرافقيهما موسى الضبع وعادل أجدرية. دار الإفتاء في بيان لها جاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، دعت المسؤولين إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم وعدم السكوت عن جرائم القتل والاغتيال والخطف، مطالبة الأجهزة النيابية والأمنية بالكشف عن الجناة الذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا. قال الناطق باسم كتيبة الهيشة صبرات محمد الدباشي إن قواتهم تتمركز على مشارف الوادي وتحاصر جميع المواقع التي يتواجد فيها أعضاء الغرفة. الدباشي في تصريح خاص للتناصح أضاف قائلا إن هدوءا حذرا مصحوبا ببعض الخروقات من قبل المنتمين للغرفة في محاور الرياضية والأثار ووسط المدينة، مؤكدا أنهم يسيطرون على أكثر من 75% من صبراته. يشار إلى أن غرفة الوادي رفضت التوقيع على اتفاق يحقن الدماء في المدينة إلا بعد تسليمهم من ليتا وثوار المدينة واستلام مقاليد الأمور في صبراته. انطلقت الجولة الخامسة من اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب المنحل وما يسمى بالأعلى للدولة صباح السبت في العاصمة التونسية. الجولة خصصت للوصول إلى هيكلية الرئاسة المقترح وبناء الأجسام التنفيذية واستعراض مقترحات آلية اختيار أعضاء الرئاسة الجديد، وذلك تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة. إلى الخبر الأخير، حيث كشفت جريدة الحياة نقلا عن مصادر لها بتونس كشفت توافق وفدي مجلس النواب المنحل وما يعرف بالأعلى للدولة بشكل سري على بعض الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية. وأوضحت الصحيفة أن مجرم الحرب خليفة حفتر سيتقلد منصب قائد الجيش ووزير الدفاع، فيما يترأس الحكومة مدير مكتب القذافي السابق بشير صالح ويتولى عبد الرحمن شيق منصب نائب رئيس الرئاسي المقترح. فيما أشارت الجريدة اللندنية إلى أن احتفاظ رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح بمنصبه إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. إلى اللقاء.